السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نتكلم عن زهرة الناناس أو زهرة الصباح. تتميز زهرة الناناس برائحتها الأخاذة وألوانها المتعددة شديدة الجمال، ويطلق عليها أسماء كثيرة، منها زهرة الصباح، المحكمة، رجلة الزهور. ولكن ما هي زهرة الناناس وما هي طريقة زراعتها؟ وهذا ما سوف نتعرف عليه في هذا الفيديو. نحتاج إلى أصيص أسفله ثقوب، ونحتاج إلى تربة من حديقة منزلنا، ونحتاج إلى تربة من الصيدلية الزراعية وهي تربة صناعية، ونحتاج أيضا إلى سماد طبيعي. نخلطهم جيدا جميعا، ثم نضع كمية كافية من الماء بحيث يخرج الماء من أسفل الأصيص. هكذا نعرف أن الكمية كانت كافية. تحتاج نباتات الصباح إلى رطوبة منخفضة حيث تتحمل الجفاف وقلة مياه الري، ولكن ليس لفترات طويلة، بما لا شك فيه أن الري بانتظام وبشكل متوازن بدون إسراف ينتج نبات جيد وازدهار متميز. يمكننا زراعة في الأصيص الواحد من عقلة إلى 5 عقل. يجب أن تتراوح أطوال العقل 7 سنتي على الأقل، ويتم غرسها 4 سنتي إلى 3 سنتي في التربة بشكل جيد. ولا ننسى أيضا نزع الأوراق من أسفل العقل. ونباتات وزهور النزناز محبة للضوء وتحتاج للضوء الشديد بدرجة كبيرة. يفضل عند زراعة النزناز أن يكون الأصيص بالقرب من النافذة أو الشرفة. وبعد أن أنهينا هذه الخطوات، نحتاج من 7 إلى 10 أيام ليتشكل لدينا جذور لهذه النباتات الرائعة. ولا ننسى أيضا هي من أجمل نباتات الزينة بالمنزل ليفرد زهورها وتعدد ألوانها، وهي من النباتات العشبية الزاحفة التي تفترش التربة وسريعة النمو وإزهارها وفير، ولها عدة ألوان زاهية منها الأبيض والأحمر والبرتقالي والأصفر والفوشيا. تناسب زراعتها معظم أنواع التربة مثل الرملية أو الحصوية. من المهم أن تكون تربة جيدة للصرف. تحتاج زهور النازناز إلى الري المعتدل بانتظام، وذلك لإنتاج أفضل الزهور من حيث العدد والتفتح. تتحمل زهور صباح الخير ارتفاع درجات الحرارة إلى حوالي 48 درجة مئوية، حيث تقاوم الحرارة والرطوبة كما تقاوم الجفاف والملوحة أيضا. ويعود سبب تسمية الأزهار إلى أزهار صباح الخير أو الصباح، لأن هذه الأزهار تتفتح في الصباح الباكر مع ظهور أشعة الشمس، ثم تغلق الأزهار وقت الظهيرة عند اشتداد حرارة الشمس. وبعد مدة قليلة نلاحظ وجود أزهار جميلة. ويمكن أيضا زراعة النزناز في شرفات المنزل حيث يزحف النبات ويتدلى بشكل جميل يخطف الأبصار. نظرا لكثافة عدد الزهور فهي تجذب إليها جماعات النحل لتنهال من رحيقها. بعد أن تعرفنا على زراعة النزناز، بدأ لنا أن عملية الزراعة من السهل القيام بها في أصعب الظروف من الجفاف وقلة المياه والمغذيات. لا تتردد وقم بزراعة زهرة الصباح أو رجلة الزهور، واقتني في بيتك نبتة جميلة وأزهار رائعة وفيرة. وكان معكم المزارع الصغير. لا تنسى اللايك والاشتراك والمتابعة تحفيزا لنا لتقديم المزيد ودعما لنا على جهودنا. نشكر لكم حسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.